وصول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة إلى قاعة الاحتفال. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، أصحاب السمو المعالي والسعادة، أبطال الرياضة، سفراء الإمارات في المحافل العالمية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يتجدد الوفاء لأهل العطاء، وفاء أبطال الرياضة للقيادة الرشيدة التي لم تدخر الدعم والرعاية، فبذلوا الجهد والعرق رافعين علم الإمارات خفاقا بين الأمم. وعطاء القيادة لأبطال الرياضة التكريم وتجديد العهد على أن يظل التميز إكسير حياة الإماراتيين. اسمحوا لي أن أدعو معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، لإلقاء كلمته في عيد الرياضيين السنوي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سمو الأخ الفاضل راعي هذا الحفل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الإخوة والأخوات، أصحاب الإنجازات الرياضية، الفائزون والفائزات بمكرمة صاحب السمو الوالد رئيس الدولة حفظه الله. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في البداية أن أرحب بكم ومن خلالكم بتشريف سمو الأخ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. أرحب بتشريف سموه هذا الحفل السنوي المتجدد ورعايته الكريمة له، بل واهتمامه الكبير كذلك في أن يكون أصحاب الإنجازات الرياضية موضع تقدير واعتزاز على كافة المستويات في المجتمع. ويكفينا جميعا فخرا أن تكريمهم اليوم يحمل اسم صاحب السمو الوالد
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظ الله ورعاه. إنه باسم الحقل الرياضي بل وباسم المجتمع كله أشكر لكم أيها الأخ الكريم سمو الشيخ منصور حرصكم الواضح على أن تكون دولة الإمارات دائما في الطليعة والمقدمة بين الدول العالم كله في تأكيد موقع الرياضة كنشاط إنساني فريد يركز على تنمية الإنسان ورقي المجتمع ونهضة الوطن بل وتنشر من خلاله أواصر المحبة والسلام وتنمو به وفيه مبادئ التعاون والعمل المشترك في العالم أجمع. هذه أيها الأخوة والأخوات مناسبة طيبة نحتفي فيها بالامتياز والإنجاز، مناسبة نحتفي فيها بعظمة مسيرة هذه الدولة ومكانتها المرموقة بين الدول العالم أجمع. إنها مناسبة نعتز فيها بقادتنا الكرام، نتقدم بعظيم الشكر والاحترام والامتنان إلى صاحب هذه البكرمة صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أعزه الله، كما نتقدم بعظيم الشكر والامتنان أيضا إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أخيه صاحب السمو الأخ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ونعبر عن اعتزازنا جميعا برؤيتهم الثاقبة في حرصهم على الاهتمام بممارسة الرياضة وأهمية تنمية القدرة على التنافس الناجح في مجالاتها المتنوعة سواء للفرد أو للمجتمع أو للوطن أو للعالم. أقدم التهنية القلبية للفائزين والفائزات وفي مقدمتهم سمو الأخ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، كما نعبر عن اعتزازنا الكبير بشخصية العام الرياضي سمو الأخ الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عمان. نحيي اهتماماته المتميزة في القطاع الرياضي، كما نعتز بجميع الفائزين والفائزات، نبارك لهم جميعا إنجازاتهم الطيبة، جزاكم الله الخير كله، سيروا على بركة الله لتحقيق كل ما ترجونه لأنفسكم ولوطنكم من فوز ونجاح، سيروا على بركة الله لتأكيد قدراتكم على التنافس الناجح ورفع راية الوطن عالية خفاقة على مستوى العالم كله. وطنكم الإمارات يعتز بكم ويفتخر بما تحققونه من عطاء وإنجازات. في ختام كلمتي أكرر شكري وتقديري لكم جميعا، والله نسأل أن تستمر هذه المكرمة الفاضلة لصاحب السمو الوالد رئيس الدولة دائما لتكون المثال والنموذج الجائزة الوطنية التي تحظى بالإنجاز وتدعم النجاح والفلاح وتسمي في تحقيق التنمية الإنسانية الحقة، كما تربط الإنجازات الرياضية بالتعليم والصحة وجودة الحياة بل وبقدرة أبناء الإمارات جميعا على تحقيق ذواتهم والإسهام الإيجابي والمستمر في مسيرة الدولة والعالم. عاشت الإمارات قوية بقادتها، عزيزة بأبنائها وبناتها، فخورة دائما بأنها وطن ناهض ومتقدم تسود فيه قيم التنمية والسعادة والمحبة والتسامح والسلام. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بها علمك، فرسمت بها معالم الطريق لرحلة المجد، وتسلحت بروح العزيمة بها الجسور فوق بحار المستحيل، فاختصرت بها المسافات والأزمنة، وتلاعبت بأحرف اسمك على أشجار الأمل، فرسمت بها حدود عشقي، إنها أشبه بصلوات في محراب وطن. حرك خليفة إرثه فصنع به الانتماء، وجسد فارسه العزيمة فشكل بها مجد المنصات، وروض حكيمه الكلمة فوحد بها القلوب والبيوت، وثمن منصوره القيمة فضرب بها الموعد على مسارح الشرف، فاكتملت منظومة الولاء ليخط أصحابها أسماءهم بأحرف من ذهب. في موسم لرياضة حرك سفينة إنجازاته ربان استحق أن يكون ابنا مباركا اسما وفعلا. نعم، لم تتأخر صيحة المجد، فإذا بحمدان العزيمة ينطق بها وهو يمتطي صهوة جواده، ومؤكدا بأن قدرة العالم ملوكها هم من خرجوا من نسل زايد. فإذا بالسلوفاك يتوجونه على عرشها، لينفجر بعدها بركان المارد الإماراتي، وتخرج أولى حممه بطلقة بندقية دوت في الجزيرة القبرصية، ليعبر مداها شواطئ الريو، ويؤكد بها اتحاد اللعبة إصراره لنيل المعدن الأولمبي، كما أصر الدراج الإماراتي بأن لا يغرد خارج السرب الأولمبي، وحجز لنفسه مكانا بين صفوة كبارها. وكأنها عزف لملحمة بطلها الألعاب الفردية، حيث يخرج أبطال القوى ليجسدوا إصرار الإماراتي على المضمار الأحمر، وتشدو عصا السنوكر بروائعها على الطاولة الآسيوية، ويرفع شباب الجيوجيتسو من رتم القوة فيحتكرون المنصات، وينشد فرسان الإرادة لحنا لواقع عزيمة يظن العالم أنها من وحي لخيال، بينما الملاح الإماراتي يمطر عباب البحر بزورقة فيصنع به ثورة أمواج التي انحنت لمجدها منصات المونديالات وألقابها. وإذا كانت الفردية بألعابها قد ضربت بجذورها في أعماق المجد، فإن الألعاب الجماعية أبت إلا أن يكون لها من الغلة نصيب، حيث ضربت الكرة موعدا ومكانا فوق منصة كرة آسيا، وضرب خليلها الأسمر موعدا كأفضل من يروض كرة النمر الآسيوي، كما حلقت طائرة السيدات في سماء المجد الخليجي، فأضافت بعدا لقدرة بنات زايد على صنع المستحيل، لتكتمل منظومة الجماعية والفردية في حسبة اسمها المجد. شكرا محمد، قالها خليفة مثمنا عزيمة من صنع الرجال، ومهد لهم الدروب للارتقاء بسمعة دولة. التهنئة لك أيها العمار، يا من ساهمت في النهوض بالرياضة وأجزلت لها بعطائك دعما وفكرا. والتحية لك أيها المنصور، يا من بايعت من قطع رحلة مجد فوق دروب المستحيل. أيتها المنصة، أبحث عن فراق أجمل من أن يكون وداعا، فإشراقة الغد بها من الأمل ما نبني به الجسور التي نختصر بها المسافة بين الحلم والواقع. ويا أبناء زايد، ارفعوا رؤوسكم، فهناك من يضارب بأسمائكم في بورصة المجد. ويا أيها الوطن، جميل أن نسمو بك في سماء الإنجاز، ولكن الأجمل أن نرهن الروح من أجلك.
الليلة هي ليلة التصديق على معاهدة بين قلب ووطن، معاهدة يحركها بدن، وشعارها أن البيت الموحد دائماً يصنع المعجزات. المقام اليوم ليس مقام مدح وثناء، وإنما تأكيد على عهد قطعه أبناء الإمارات بألا توسط بينهم، ولهم الصدر دون العالمين في كل المجالات، وأن الإنجاز في شريعتهم هو المعهود، لأن المجد صنو الإمارات وشقيقها. أتشرف الآن بدعوة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. يرافقهم سعادة إبراهيم عبد الملك محمد الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة إلى مسرح التكريم، تكريم أبطال الإمارات بجائزة الإنجاز الرياضي للعام 2015. تكريم الليلة يبدأ بالشخصية الرياضية لعام 2015، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، ويتسلم الجائزة عن سموه نجله الشيخ حميد بن عمار النعيمي. شخصية لها عشق خاص اتجاه الفروسية والرماية، عمل سنوات طويلة لإعلاء الرياضة في دولتنا الحبيبة، ورعاية الكثير من المبادرات وتوفير البيئة الداعمة للارتقاء بالرياضات المختلفة في إمارة عجمان. لرياضة جمال الخيل مكان خاص في قلبه، شارك بخيوله في أشهر البطولات وحصل معها على المراكز الأولى دائما. يكفي أن نقول أنها حازت على كأس العالم في باريس لأكثر من 10 مرات. هو من قال: المستحيل يحبني يوم رمته، كان مصيري مرتبط مع مصيره، والياس حاربني لكني هزمته، وأيامنا راحتها مستديرة، عزمي من أبوي الكريم استلمته، وعلى المسار أكملت نفس المسيرة. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، مكرم الليلة بجائزة الإنجاز الرياضي. يتسلم الجائزة عن سموه الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. هو الفارس المغوار الذي عرفته منصات التتويج المحلية والعربية والعالمية، بطلاً ومسانداً لأبناء وبنات الرياضة في كل المجالات. الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس الاتحاد الإماراتي للتنس، قائد ساهم في تحقيق الرياضة الفردية للميداليات الملونة، شباب وشابات في ملاعب الكرة الصفراء. الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، ويتسلم الجائزة نجله الشيخ محمد بن سعيد آل مكتوم. عرفته البطولات الدولية هماما وراميا لا يخطئ الهدف، فحفر اسمه بأحرف من الذهب في الكثير من المحافل العالمية. الشيخ راشد بن دلموج بن جمعة آل مكتوم، ويتسلم الجائزة الشيخ حمد بن دلموج آل مكتوم. هو صاحب صولات وجولات في ميادين السباق، مواظباً على اقتناص المراكز الأولى في سباقات القدرة والتحمل.
الإمارات كلها تحيي الفائزين الليلة من الاتحادات التي ستنال بعد لحظات شرف الحصول على جائزة غالية تجعل من يستحقها متحفزاً مقداماً لتقديم المزيد للوطن. أصحاب الإنجازات من اتحاد كرة القدم يتقدمهم سعادة يوسف يعقوب السركال رئيس الاتحاد. الصغار والكبار، الرجال والسيدات ثابروا حتى حفظوا لساحرة الإمارات المستديرة موضعاً مهاباً على الخارطة القارية ورقماً صعباً لا يمكن تجاوزه. أصحاب الإنجازات من اتحاد المعاقين سعادة محمد فاضل الهاملي فليتفضل. على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. فرسان الإرادة أبطال العزيمة آمنوا بقدراتهم في تحدي الصعاب فحصدوا النجاح والألقاب وسطروا أروع قصص البطولة مؤكدين على أنه لا توجد أسرار للنجاح وأنه ببساطة نتاج الإعداد والعمل الشاق. أبطال الإرادة فازوا ب23 ذهبية و28 فضية و13 برونزية في بطولات خليجية آسيوية وعالمية بين الرماية وألعاب القوى ورافعات القوة كانت المنصات تصدح بأسماء بنات وأبناء الإمارات. أصحاب الإنجازات من اتحاد الهجن ندعو سعادة عبد الله مبارك المهيري والمكرمون وهو المدير التنفيذي للاتحاد لمسرح التكريم. رياضة تعلموا منها الصبر والقوة والتحمل فكان لهم ما أرادوا من المكانة المرموقة بين المنافسين. حققوا 8 ذهبيات في أشواط بطولة عيرية في المملكة العربية السعودية. أصحاب الإنجازات من اتحاد المبارزة فليتفضل الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد. سيفي كان في الهيجاء طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع. ملأت الأرض خوفا من حسامي وخصمي لم يجد فيها اتساعا. أبطال الإمارات في المبارزة الليلة جميعهم أشبال وناشئين أي سنرى منهم أبطالاً عالميين في المستقبل القريب. حققوا الذهب في البطولة الخليجية المجمعة الرابعة والبطولة الآسيوية للأشبال والناشئين والبطولة العربية للبراعم والأشبال والناشئين. خطة استراتيجية من اتحاد يعي أن المستقبل في النشأ. صورة تذكارية أكيد مع راعي الحفل.
الألقاب والإنجازات من اتحاد الشراعي والتجديف الحديث، يتقدمهم رئيس الاتحاد الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان. تورثوا حب البحر والتغلب على أمواجه من أجدادهم، فكان عشقاً وحباً بالفطرة. حيتان الشراع والتجديف الحديث عبروا من الهند محملين بالمعدن النفيس، عبروا المحيطات حتى وصلوا للمغرب فاصطادوا الفضة وعادوا إلى الخليج العربي، فأصبحت غلتهم تحوي 13 ذهبية وثلاث فضيات. أصحاب الإنجازات من اتحاد الجيجيتسو، يتقدمهم سعادة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحاد. رياضة يرعاها ويدعمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن رعاه أبو خالد لا شك أن فاله الذهب ولا معدن سواه. بين أبوظبي وتايلاند بسط محترفون الإماراتيون هيمنتهم على العالم بالميداليات الملونة. صورة تذكارية بعد قليل ستبقى عالقة في الأذهان ومعلقة في القلوب، تذكر أن القادم لابد أن يكون أفضل. أصحاب الإنجازات من اتحاد الرماية، ندعو سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس الاتحاد للمسرح للتكريم. ضرباتهم لا تخيب ورمياتهم تصيب الهدف الدقيق. حققوا الذهب في بطولة كأس العالم لرماية الأطباق والبطولة العربية لرماية أسلحة الخرطوش والبطولة الخليجية 13 للرماية. أصحاب الإنجازات من اتحاد التايكواندو والكاراتيه، فليتفضل سعادة اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحاد للتكريم وأبطاله الشجعان. جبال في الثبات وفهود في الرشاقة والانقضاض على المنافسين، 14 ذهبية وسبع فضيات وخمس برونزيات، كلها نتاج مشاركات شبابنا وشاباتنا. وإن كان نصيب السيدات أكبر بست ذهبيات، فهذا يدل على إيمان الاتحاد بأن المرأة في الإمارات قادرة وقادرة جداً.
نشكر اتحاد التايكوندو والكاراتيه على كل الإنجازات. أصحاب الإنجازات من اتحاد الدراجات يتقدمهم سعادة أسامة الشحفار رئيس الاتحاد. عرفتهم طرق السباق الوعرة أسودا ومضامير السباق نمورا لا يرضون بغير المقدمة بديل. مشاركات كثيرة لاتحاد الدراجات في المسابقات، كؤوس أسيوية وطواف عربي وتخصص في سباقات الطرق، والمحصلة حصد 34 ذهبية و16 فضية وبرونزية واحدة. أصحاب الإنجازات من اتحاد البليارد والسنوكر، ندعو الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد لاعتلاء منصة التكريم مع المتميزين. هم قارعوا ما سبقهم في هذه اللعبة بعشرات السنين وكان لهم من التتويج نصيب. أصحاب الإنجازات من اتحاد الرياضات الجليدية يتقدمهم سعادة هامل القبيسي نائب رئيس الاتحاد. إذا قالت الطبيعة لا جليد في شوارعنا وطرقاتنا، أجابها أبطال الإمارات ولا مستحيل في قاموسنا. أبطال الليلة تواجدوا في كأس التحدي الآسيوي وبطولة ريك جافيك للألعاب الدولية وبطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية للتزلج الفني. صورة تذكارية مع راعي الحفل تذكر الأبطال دائما بتحقيق المزيد. أصحاب الإنجازات من المصارعة والجودو والكيك بوكسن، ندعو رئيس الاتحاد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي وأبطاله لمسرح التكريم. من وقف أمامهم لن يصمد كثيرا ومصيره المؤكد الخسارة والهزيمة. خمس مشاركات إقليمية حصدوا من خلالها أبطال الجودو 3 ميداليات ذهبية و2 فضية ومثلها برونزية. الإنجازات من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، ندعو سعادة لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان للتكريم. مهرجان عمت شهرته الآفاق وأصبح حلم كل الفرسان والفارسات، يجوب جميع القارات لينشر رياضة الآباء والأجداد تحت شعار عالم واحد ست قارات. أبو ظبي عاصمة سباقات الخيول العربية في العالم. حصدت سيدات الإمارات المركز الثاني والميدالية الفضية
في بطولة كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات للقدرة بعد أن سجلنا حضورا مميزا في إيطاليا. أصحاب الإنجازات من اتحاد الشطرنج يتقدمهم سعادة سعيد محمد مرشد المقبالي رئيس الاتحاد. دانت لأبناء الإمارات السيطرة على المعدن النفيس في محافل رياضة الذكاء الآسيوية والخليجية، ولا شك في ذلك، فأبناء زايد أصحاب عقل راجح. الإنجازات من اتحاد الرياضات الجوية ندعو نائب رئيس الاتحاد سعادة محمد يوسف عبد الرحمن لمنصة التكريم رفقة الأبطال. نسور مهابة في أعلى القمم ومخالب تفتك بمن أراد المنازلة، دائما الرهان عليهم سديد، حلقوا في بطولات العالم وآسيا وعادوا لنا بثمان ميداليات ذهبية، سبع فضية، وست ميداليات برونزية. صورة تذكارية مع راعي الحفل والابتسامة حاضرة والروح العالية بكل تأكيد خفاقة. أصحاب الإنجازات من اتحاد السيارات والدراجات النارية يتقدمهم سعادة محمد خليفة المهيري نائب رئيس الاتحاد. عندما يكون الرئيس هو رياضي محنك والسرعة تجري في الدماء والشغف هو من يقود للتغلب على الصعاب، فإن النتيجة بلا شك تكون الإنجاز والتميز والعودة لأرض الوطن في كل مرة بالذهب. أصحاب الإنجازات من اتحاد ألعاب القوى فليتفضل سعادة أحمد محمد الكمالي رئيس الاتحاد لمسرح التكريم وأبطاله. هم أصحاب كلمة مسموعة في البطولات الدولية والآسيوية والخليجية، توجوا بالذهب ومكانهم المفضل دائما أعلى الدرجات على منصات التتويج. السيدات هن المتفوقات في رياضة أم الألعاب، لا يقبلن إلا بالذهب،
7 ذهبيات في الدورة الرابعة لرياضة المرأة في مسقط، من أصل 13 ميدالية نفيسة تم حصدها خلال المشاركات المختلفة، و5 فضيات توزعت بين بطولات عربية وآسيوية. أصحاب الإنجازات من اتحاد الرياضات البحرية، ندعو رئيس الاتحاد سعادة سعيد محمد حارب. لا ترهبهم الأمواج العالية، مجاذيفهم بقوة الحديد، ولا تخيفهم الرياح العاتية، فأشرعتهم لا تهاب الوعيد. اتحاد يشارك بالنشء في البطولات العالمية، وهو أمر يستحق عليه وحده جائزة. أبطالهم الصغار فخورين بالعودة لأرض الوطن، دائما محملين بالميداليات الملونة وبرفع علم الإمارات في المحافل كافة. توجع على الحلبة وشعارهم فيها الفوز بالقاضية. أربع ميداليات ذهبية من المشاركة في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي الأولى للشباب، وبطولة آسيا للناشئين في طشقند، وبطولة الجزائر الدولية للرجال. أصحاب الإنجازات من اتحاد السباحة، فليتفضل سعادة أحمد عبد الله الفلاسي رئيس الاتحاد وسباحوه المهرة. قالها الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونفذها الإماراتيون، فعلموا أبنائهم السباحة والرماية وركوب الخيل، وتوشحوا بالذهب عندما صار إتقانها بطولة. 28 ميدالية ذهبية حصدها الأبطال في الدوحة والدمام ودبي، بالإضافة إلى فضيتين في البطولة العربية 12 للسباحة للناشئين. الإنجازات من اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، فليتفضل سعادة مطر سهيل اليبهوني عضو مجلس إدارة الاتحاد والفرسان الأبطال. الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، تكريم فرسان الإمارات النبلاء الذين صالوا وجالوا في مضامير السباق، رافعين العلم الإماراتي في المحافل العالمية وسفراء من إيطاليا إلى الرياض إلى فينيسيا، سان جوفي وتشيلي وعمان، سفر كثير وجني لثمار الغرس والمثابرة والإصرار، نتج عنه 13 ميدالية ذهبية ومثلها فضية و7 ميداليات برونزية. صورة رائعة للفائزين والمكرمين مع راعي الحفل.
أصحاب الإنجازات من اتحاد رفع الأثقال، ندعو رئيس الاتحاد سعادة السلطان بن الشيخ محمد بن مقرن والمتميزين. لا تعجز قوتهم الأطنان، فكيف تغلبهم بعض كيلوغرامات؟ الاتحاد شارك في البطولة العربية وبطولة التضامن الإسلامي. أصحاب الإنجازات من اتحاد الكرة الطائرة، يتقدمهم سعادة يوسف محمود الملا رئيس الاتحاد. شحذوا الهمم وقصدوا الميادين ليبلغوا الغايات أبطالاً في البطولات القارية والدولية. مرة أخرى هذه الليلة السيدات يتسيدن الحصيلة ذهبية الدورة الرابعة لرياضة المرأة في كرة الطائرة، كانت من نصيب فتيات الإمارات المتفوقات، والليلة كان التكريم لهن أيضا. أصحاب الإنجازات من اتحاد كرة الطاولة، يتقدمهم سعادة داود عبد الرحمن الهاجري رئيس الاتحاد. عرفوا دروب النصر واعتادوا عليه، زادهم في المنافسات مضرب من ذهب وضربة من صخر، فشلت جهود المنافسين في صدها. أصحاب الإنجازات من اتحاد البولينج، ندعو سعادة محمد خليفة القبيسي رئيس الاتحاد للمنصة ومن خطوا إنجازاتهم بالذهب. رسموا أهدافهم في التفوق على من سبقهم في هذه الرياضة، فكان لهم ما أرادوا. أبطالنا شاركوا في البطولة العربية السابعة للرجال والثالثة للسيدات ودورة الألعاب الخليجية الثانية وبطولة كأس العرب الفردية الثانية، وعادوا بسبع ذهبيات وأربع فضيات، وهو شيء ليس بجديد على من يعمل ويجد ويصر لبلوغ لحظة لا تتكرر. أصحاب الإنجازات من اتحاد بناء الأجسام، ندعو الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي نائب رئيس الاتحاد. خبرتهم ميادين العراق أبطالاً هزموا المستحيل وسطروا أمجاداً للتاريخ. صورة تذكارية مع راعي الحفل ستبقى مخلدة في الأذهان. أصحاب
ألقاب والإنجازات من اتحاد الرجبي. ندعو رئيس الاتحاد سعادة محمد عبد الرحمن أحمد فلكناز والشباب الواعد للتكريم. مستقبل يحمل بين ثناياه الكثير من النجاحات في مقبل الأيام. حضور مميز كان في صالات اللعبة وشح بالفضة هذه السنة، والذهب هو المطلب الآتي. صورة تذكارية مع راعي الحفل لتبقى اللحظة خالدة. أصحاب الإنجازات من اتحاد الشرطة الرياضي، فليتفضل سعادة العقيد محمد حميد بن دلموج الظاهري رئيس الاتحاد رفقة لاعبيه المميزين. عين ساهرة تحمي أمننا وتحفظ أملاكنا، وسجل ناصع وحافل بالبطولات الرياضية. والذهب فقط ولا شيء سواه هو ما تم حصده في المشاركات. 14 ميدالية حصيلة إنجازات اتحاد الشرطة الرياضي. كان هذا التكريم هو تكريم اللاعبين واللاعبات الفائزين والفائزات في الحفل العاشر لجائزة الإنجاز الرياضي. لكن ماذا عن من تنافس في تمثيل الإمارات في قيادة المنافسات؟ ديدنهم العدل وإعطاء كل ذي حق حقه حتى أصبحوا مطلب في جميع البطولات القارية والدولية. قضاة الملاعب الإماراتيون المكرمون معنا الليلة في جائزة التميز الرياضي هم من استطاعوا الوصول للملاعب العالمية للمرة الأولى في سجلهم. حكم مساعد أول لكرة القدم محمد أحمد يوسف الحمادي. حكم مساعد ثاني لكرة القدم حسن محمد حسن المهري. حكم دولي للمعاقين حسن يوسف النعيمي. حكم دولي للبلياردو إبراهيم علي محمد كرمشاه البلوشي. حكم دولي للسباحة
عبد الله مبارك الزحمي. حكم دولي للسباحة جاسم محمد علي عباد. حكم دولي للسباحة أيضا عبد الله محمد علي عباد الشحي. حكم دولي للفروسية أحمد علي عبد الله الحمادي. حكم دولي للشطرنج خليفة أحمد محمود حسين الخوري. حكم دولي للمبارزة سيف أحمد الجابري. وأخيرا حكم دولي للكاراتيه جابر جاسم عبد الله الزعابي. نشكر قضاة الملاعب وصورة تذكارية مع راعي الحفل ليخلدوها في أرشيفهم وليحفزوا من يأتي بعدهم ليواظبوا على إعلاء اسم الإمارات عالياً في كل محفل من محافل الرياضة. ألف مبروك لجميع المكرمين الذين نالوا تكريم قائد الوطن لأبنائه المتميزين في كافة المنافسات. الآن مع رسالة الشكر التي يقدمها رياضيو الإمارات إلى قيادة الوطن والتي تتمثل في حضور راعي حفلنا هذا المساء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وهدية تذكارية يقدمها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. شكرا خليفة نرددها كشعار للوطن كل يوم، شكرا للقيادة واحتفائها بأبناء الإمارات، شكرا للأبطال. دمتم بخير وأمسية سعيدة أتمناها لكم.